نعم. نرجع إلى موضوع حالة الطفل الخاصة، كيف تم العلاج عن طريق المنظار؟ الآن قبل ما أجي على موضوع الطفل، التطور اللي حدث في العمليات العظام بشكل عام اللي هو التوجه باتجاه جراحة التداخل المحدود. تمام. الآن هاي الأكياس العظمية الآن منتشر جدا علاجها بطريقة التداخل الجراحي المحدود، تماما. بحيث بدل من ندخل بجرح كبير ندخل بجرح صغير، جروح صغيرة تحت جهاز الأشعة، ويتم وضع الأداة الحث أو الحف، ومن ثم بعد تنظيف الغشاء بتم حقن المادة العظمية. الآن التطور الأكبر حقيقة واللي صار مؤخرا هو استخدام جراحة المنظار في هاي العملية. يعني معروف جدا أنه جراحة المنظار للمفصل وليس للعظم، لكن حديثا في دراسة إجت من اليابان بتشير إلى دور عملية التنظير في علاج الأكياس العظمية. الآن الهدف حقيقة كان أنه علاج الأكياس العظمية هو في تحدي للجراح، أنه عودة الأكياس، وهذا العودة قد تصل إلى 30%، وهي نسبة عالية في بعض المراكز 10% يعني. وفي بعض المراكز 30%. الآن في هاي المنطقة الحرجة حقيقة عودة الكيس هو مشكلة كبيرة. الآن التطور اللي صار استخدام المنظار اللي عرضته بعض الدراسات من اليابان تحديدا، اللي هو الهدف منها أنه نتأكد من إزالة الغشاء المبطن للكيس، وهو المسؤول عن عودة الكيس بشكل كامل. الآن استخدام المنظار يتيح لك أنك تشوف الكيس بشكل كامل، يعني أنت بتشوف إيش اللي بتشيله. هذا الحكي لم يكن متاح سابقا. الآن هذا هو حقيقة التطور اللي الحديث في جراحة هاي. إذن فينا نقول أنه سهولة صار بموضوع العلاج عن طريق اكتشاف المنظار وهذا العلم إحداث تطبيق لجراحة المنظار في الأكياس العظمية، وهي حقيقة يعني جراحات خاصة لا تجرى إلا في مراكز متقدمة في العالم. والجميل بالموضوع دكتور أنه نحن بنمنع من أنه يخلف هذا الورم عن طريق الحرق عودته بالتالي. الآن حقيقة في الحالة المرضية اللي أنا عملتها هو استخدمنا أكثر من تقنية. يعني أول شيء استخدمنا تقنية جراحة التنظير لجراحة الأكياس العظمي واحد. المسألة الأخرى استخدمنا تقنيات، إحنا بنستخدم نعمل عمليات تنظير الكتف والركبة بكثرة، فاستخدمنا بعض التقنيات اللي نستخدمها في جراحة الكتف في جراحة الكيس. ممتاز. الآن هذا الحكي ما كان موجود حقيقة في الدراسة اللي موجودة أو العرض الحالي أو التكنيك الجراحي اللي عرضه البروفيسور تاكاو من اليابان. الآن إحنا أضفنا إلى التقنية بحيث استخدمنا أجهزة تستخدم في جراحات المنظار في جراحة الكيس. الآن أضفنا على ذلك يعني في دراسة حديثة حقيقة إجت من المملكة العربية السعودية وعرضت دور الكوي لجهاز ثنائي الأقطاب لعلاج بعض الأكياس في الرسغ، في منطقة الرسغ. إحنا الآن أخذنا هذا المبدأ الجراحي وطبقناه بسهولة جدا باستخدام جهاز الكاوي ثنائي الأقطاب اللي إحنا بنستخدمه في جراحة منظار الكتف لجراحة الكيس. فبالتالي كنا قادرين على علاج الغشاء بالإنسترومنت أو التقنيات المستخدمة في جراحة الكتف، وأضفنا على ذلك استخدام الكوي ثنائي الأقطاب في علاج الجدار، واللي إحنا حقيقة بنعتقد أنه بيضمن لنا نسبة أكبر من عدم عودة الغشاء، لأنه إحنا كوننا بعمق الآن غشاء الكيس. بالعودة إلى الحالة الخاصة، نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، عن الطفل اللي كان عمره 10 سنوات وبديته معه بالمنظار. خبرنا عن أولى الخطوات، كيف بديت معه خطوة بخطوة؟ نعم، حقيقة إحنا بعد ما أجرينا التشخيص الدقيق وقررنا إجراء العملية بالمنظار استنادا على هذه الدراسات من اليابان، وطورنا عليها استنادا على الدراسة اللي إجت من المملكة العربية السعودية. الآن حقيقة أجرينا العملية، طبقنا مبادئ المنظار، إذا بتلاحظ هون الصور، بمعنى آخر حددنا مداخل العمل الجراحي بجروح كل جرح أقل من 2 سنتيمتر ورسمناها إذا بتلاحظ هنا في المونيتور، وحددنا مكان مدخل العمل. الآن بعد ذلك دخلنا ببورتل، دخلنا الواير اللي هو كان سمكه فقط 2 ملي، دخلنا إلى الكيس بتلاحظ هنا موجود على شاشة العرض، وبعد ذلك أحدثنا ثقب بمقدار 7 ملمتر فقط في داخل العظم، وكنا قادرين نوصل الكيس. الآن بعد ما وصلنا للكيس العظمي عملنا مدخل عمل آخر من الأمام
مثل ما تلاحظ حضرتك في الصورة الآن. نعم. وهذا المدخل عمل دخلنا الانسترومنتس أو الأجهزة اللي نستخدمها في جراحة الكتف الركبي دخلناها في داخل العظم. وهذا جهاز احنا بنسميه الشيفر، اللي كنا ناكل الكيس بمعنى آخر ننظف الكيس تحت المشاهدة حقيقة، وبنفس الوقت احنا عندنا جهاز الأشعة برشدنا احنا وين في مكان الكيس في أي منطقة من عنق العظم، لأنه همنا حقيقة هو ليس فقط أن نشيل الكيس وإنما أن نوصل لكل مناطق غشاء الكيس في العظم. الآن بعد ما استخدمنا هاي التقنية ونظفنا غشاء العظم، إذا بتلاحظ بالصورة الآن هون استخدمنا تقنية اللي هو الكوي ثنائي الأقطاب، وهذا أعطى عمق للإجراء الجراحي. يعني الشيفر بيعطي بشيل الغشاء من الأمام من الوجه، من الواجهة الأمامية للكيس تماما، والفيبر بيدخل بعمق جوا العظم أساس أنه يبخر ما تبقى من الكيس، وهذا هو اللي أضفناه حقيقة أيضا للتقنية الجراحية. الآن بعد ما أنهينا تنظيف غشاء الكيس، إذا بتلاحظ كما هو بالصورة الآن، حقنا المادة الإسمنتية اللي هي هذا إسمنت خاص وليس المادة الإسمنتية التي تستخدم في جراحة المفاصل. هذا إسمنت عظمي مصنوع من أملاح الكالسيوم، بحيث بيعطي قوة مثل قوة العظم، بحيث بيقلل خطر أنه يكسر العظم مرة مرة أخرى بعد التداخل الجراحي. وبنفس الوقت الآن هو بيعمل كجسر لبناء عظم جديد، فإحنا كمان هذا من التحديث على التقنية حقيقة. الآن بتلاحظ هون بعد ما أنهينا وحقنا المادة، إذا بتلاحظ هون بالصورة تماماً حط أنا المؤشر، هاي هي المادة الصناعية اللي حقناها هون. وحقيقة حقناها بعد ما حطينا أسلاك تثبيت منعاً لحدوث كسر، لأنه إحنا عندنا معروف جراحياً بعد حت جدار الكيس العظمي بضعف، فممكن يؤدي إلى كسر. إضافة الأسلاك بهاي الطريقة وإضافة الإسمنت العظمي المصنوع من أملاح الكالسيوم كلها بقلل خطر الكسر بعد العملية. الآن إذا بتلاحظ هون هاي الصورة الشعاعية، واضح الأسلاك مسارها، واضح مدى حجم كيس العظم. إذا تلاحظ هاي المادة البيضة هي الإسمنت العظمي اللي مصنوع من أملاح الكالسيوم، وكيف مغطي تجويف كبير، معبي تجويف كبير في عنق العظم. هاي الصورة بعد العملية للمريض، وتلاحظ هنا في فيديو حقيقة بيظهر كيف المريض كان قادر أنه يمشي بعد العملية وبألم قليل جدا. وهذا حقيقة سببه التداخل البسيط اللي أجرينا. العملية تقريبا كم ساعة استغرقت؟ تقريبا استخدم ساعتين كاملة تحضير حقيقة. ومن بعدها يعني بكم يوم بدأ الطفل؟ ثاني يوم. هذا الفيديو المعروض الآن هو ثاني يوم بعد العملية. ممتاز. ممتاز.